تصور؟ اه ايوه بس انا هنصور تصور انا كده كده مش بلس على الانتاج على الهدف دعنا على الهدف دعنا على الهدف دعنا على الهدف وعنا على الهدف هنجيبها في الجون نتشتت نتلخبط بصلنا في العون جسمي ده معاك ودماغي في الزون مش عارف ترد فتجيبهم بالصوت تحت فنطلع فوق بحر بناخد عوم فن بس مش نفس اللون لحن كله نفس الصوت لل بس مش كله بوت كم قالت اني جود كذاب واستاهل موت هدفكو انتو عبو في جوالة جوالة تاني ان تعبو تكشاتك كشاتنا نصرفها في التاوي والحالة هدفنا صاحبي ان نغير العالم بفليكس عادي على اقل من مهلي على المبدأ ثابت ما حبيتش انا سالي لما حس اني كويس بقول انا مالي بتسألنا انا مين فبقول انا الدالي نتشتت بس عنا على الهدف هش تكسر يا خزف مزيكا نعملها بالشغف هجيبك لو وسط منتخب اجيبها بالذوق خليها بكيفك خليها بالشو بفضل الضمه بسرعه الدوس استاذ في القياده بسيبك تسوق ذكاء هنا مدلدق لو حابب تدو لو شفت انا استوديو هقدم لجو هتفكر معايا يبقى تفكر بهدوء بام 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 زن 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 فريس قالوا لي نمغى ان 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 نمبر 1 قبل رمضان اصل كله اتاكد من الجمدان فاهم عنا على الهدف دعنا على الهدف 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 بيب ما تقوليش ان انتي مش جايه لحظه معايا ولحظه تقلب عليا وانا ماشي بيتش ماسكه في رجليا بس مع المين ببقى سايب ايديا شخصيتي قويه فحاسس بتتعور كاريزما على الهادي مش لازم اوفر هتحكم عليا بسرعه وتتهور صدقني هتندم مش سطحي تتصور ان على الهدف دعنا على الهدف ان على الهدف دعنا على الهدف ان على الهدف دعنا على الهدف ان على الهدف دعنا ده بلس على المنتج